صراحة في الوقت اللي كنا مشغولين على التهمة ديال الفنان الكبير ديالنا سعد المجرد اللي فعلا مثل الراية المغربية في جميع البلدان العربية والأوروبية اللي كانت صراحة مشكوك فيها، ونقدروا نقولوا بأنها مثلا على حسب التفاصيل وعلى حسب ما ذكرت المدعية انه مثلا انه دخل معها وكذا وكذا وبزاف ديال التفاصيل اللي اكدوا انه فعلا دارها وتمت محاكمته. ولكن فاش كنشوفوا مثلا ان بعد ما تم الاعلان على الحكم ديال سعد المجرد وقلنا راه عموما عادي، يعني راه يمكن دارها وغادي يتعاقب عليها، غيجي هذا الخبر ديال اشرف حكيمي اللي نزل على المغاربه بحال شي نجم، بحال شي حاجه اللي ما كتتصورش. يعني فاش كتشوف واحد النجم كبير واخا ما عاش في المغرب وكذا مغربي وتيتقاتل على الرايه ديال البلاد وشرف المغرب في بزاف ديال المناسبات، كما كنشوفوا دابا حاليا تيلعب في نادي كبير بحال باريس سان جيرمان وشرفنا في المونديال ديال قطر، يعني لاعب كبير وكيحترموا جميع الاطور، ويعني ما تتسمع عليه حتى حاجه، يعني باش يتهموا بهذه التهمه هذه. انا كنقول بانها مؤامره، لانه مؤخرا كانت مجموعه من الاضطرابات على مستوى العلاقات الدوليه والسياسيه بين فرنسا والمغرب على مستوى الافريقي بصفه عامه. انا كنقول بانها مؤامره يقصد من خلالها تشويه النجوم والاطر المغربيه التي تظهر على مستوى الأوروبي في مجموعة من المجالات، وبالتالي الأوروبيين والاتحاد الأوروبي ومجموعة من الدول سيأخذون نظرة سيئة على الاتحاد المغربي، لا من ناحية الكرة، لا من ناحية السياسة، لا من ناحية الفن، لا من ناحية بزاف ديال الحوايج. بالنسبة لهذا الموضوع حاليا اللي كيروج في مواقع التواصل الاجتماعي اللي واقع بالبلاد ديالنا اللي كيأثر بطبيعة الحال بشكل مباشر أو غير مباشر علينا حنا كمغاربة، هو الموضوع ديال متابعة مجموعة ديال الفنانين وكذلك مجموعه ديال المشاهير المغاربه من طرف الدوله ديال فرنسا اللي بينهم سعد مجرد، اشرف حكيمي واخرين. فبالنسبه لي تيبان لي ان هذا الموضوع واش عنده علاقه بالعلاقات السياسيه اللي وقعت بين المغرب وفرنسا، بحيث انه المغرب غادي وكيتطور وغادي واخد واحد النهج بطبيعه الحال تحت القياده ديال صاحب الجلاله محمد السادس نصره الله، وهذه القضيه اللي بدات كتاثر على فرنسا، واش حيت الملك محمد السادس ولا المشاريع اللي تيداروا في الدول الافريقيه وكذلك في مجموعه ديال المناطق اخرى عنده تاثير الله اعلم، واش حيت انه المغرب تيحاول يتخلص من ديك النزعه الفرنسيه اللي بقات لنا من الاستعمار، هذا امر اخر. ولكن حنا كمغاربه بطبيعه الحال ضد هاد الافعال هادو اللي كتمارس في حق النجوم ديالنا وفي حق المشاهير بطبيعه الحال، لانهم تيمثلوا المغرب ولانهم ولاد بلادنا اولا واخيرا. تاش الحيتات كيحي اللي سوق غادي بالضبط نكياك ارتيني تهمه اللي سكرنا اشرف حكيمي ورتي قبل عقلينو اشكون كياك ورقيح غير اللي نتكرت ورت، ولكن المنتخبات تبعحت بزاف تبعها تروانو تبعها احفادينو ارتفرج حتى نكي عجبني دريت لي لعبنين عجبني ارتي تقابل وغاد اشرف حكيمي قال لعيب مغربي الصفرحاح نفوغون نكي ياكور يفوغون فوغ الزنيق ارقيس سلاح اصيح الرايه مغربيه فرح بزاف زوديوي دوكاريوي، ولكن يتسعت نسفلت بان تهمان كي بعدا ورتقبيح ليا كولي كان اللعيبه ولا السنح اخويا القاضي ديال اشرف حكيمي بان لي بحال ظلمو، وجات في نفس النهار اللي عطوه يعني الجائزه، انا كنتمنى السلطه ديال المغرب توقفوا معاه وصافي هادشي اللي كان اخويا العزيز. بالنسبه للتوتر كما قلت استاذي يعني كيقولوا ما كان حتى شي حاجه، يعني كنتمنى ان شاء الله تدوز هذه القضيه ما يكون عندي والو ان شاء الله.